الله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن ثمار عشائر دير الزور العقيدات والبقارة والقبائل الأخرى، نعلن النفير العام بمحافظة دير الزور بعد انتهاء المدة. سنقوم باستهداف المقرات العسكرية لقصد ملاحظة، سنقوم باستهداف كافة العسكريين من أي جهة كانت، ونهدد ونهدر دم كل عسكري من المكون العربي الذين يقاتلون ضد ثوار العشائر في دير الزور. والله ولي التوفيق.